صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن مع آلاء العملي يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة هيومانيتي إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة صحة مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا، هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الأردن وجهتك المثالية لتلقي أفضل الخدمات والرعاية الصحية بمعايير عالمية. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن في أو برعاية مشفى اتش كلينيك التخصصي وشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية وهيئة تنشيط السياحة الأردنية. معكم في الأعداد والتقديم آلاء العملة، في المتابعة والتنسيق هديل أبو زينة وإناس كرم، في الهندسة الإذاعية عبد الله الخطيب، وفي الإخراج التلفزيوني محمد زاغة. وننتقل معكم إلى أبرز عناوين هذا الصباح. قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم الآن مدينة طوباس، والحديث يدور عن اشتباك مسلح في المنطقة. ونقابة المحامين تستأنف خطواتها التصعيدية وتعلق العمل اليوم أمام كافة المحاكم. الاحتلال يتراجع عن إصدار 1500 تصريح عمل إضافي لسكان غزة. وختام القمة العربية لجدة. وأيضا سيكون معنا في الملف المنوع فيديو كنتاكي الشامية يتصدر مواقع التواصل في الكويت، والسبب سيكون في التفاصيل.
ننتقل معكم إلى أبرز التفاصيل. حسب آخر الأخبار التي وصلتنا، فهناك اقتحام تقريبا منذ ساعة ونصف الساعة لمنطقة طوباس، والحديث يدور عن اشتباك مسلح. البعض من الصحفيين أيضا تحدث عن وجود إصابات، ولكن لا تأكيد حتى هذه اللحظة حول صحة هذه الأخبار. نحاول الآن التواصل مع أحد الصحفيين الزملاء الموجودين في طوباس. إلى ذلك أيضا اعتقلت قوات الاحتلال يوم أمس شابين من بلدة بيت فجر جنوب بيت اللحم، وأفاد الناشط الشبابي حمد تقاطق أن الاحتلال اعتقل الشابين ولم تعرف هويتهما، ويذكر أن الاحتلال ينصب الحواجز العسكرية الطيارة باستمرار على مدخل البلدة من أجل عرقلة حركة المواطنين. أصيب 5 عمال مساء أمس إثر انهيار سقف مبنى قيد الإنشاء في قرية نزلة عيسى شمال طول كرم، وقالت جمعية الهلال الأحمر إن 5 عمال أصيبوا بجروح ما بين متوسطة إلى طفيفة، ذلك نتيجة انهيار سقف المبنى. فيما أفاد شهود عيان أن عددا من سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث. لاحقت بحرية الاحتلال الليلة الماضية مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة وسط إطلاق النار وقنابل الإنارة، وفتحت خراطيم المياه العديمة تجاههم. وأفادت مصادر أيضا بأن زوارق الاحتلال التي تتمركز في عرض بحر محافظة الشمال لاحقت مراكب الصيادين في منطقة الواحة والسودانية وبلدتي جباليا وبيت لاهيا شمالا وسط إطلاق النار وقنابل الإنارة، كما فتحت خراطيم المياه العادمة تجاههم وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر بالإكراه. ينضم إلينا الآن زميل الصحفي حارث الحصيني الذي يتواجد الآن في طوباس. صباح الخير بداية، ولو نقلت لنا صورة الأوضاع وما لديك من تفاصيل حتى هذه اللحظة. صباح النور إليك بكافة المستمعين. طبعا الاحتلال اقتحم مدينة طوباس صباح اليوم، ودار خلال الاقتحام اشتباكات عنيفة، اطلاق نار بشكل كثيف ومتقطع. المصادر الطبية تتحدث حتى اللحظة عن اصابتين بالرصاص الحي بالاطراف السفلية وصفتا بالمستقرة، ونقلتا الى المستشفى لتلقي العلاج. اما بالنسبة لحالات الاعتقال، هناك اعتقال، حالة اعتقال واحدة لطارق طارق بشير عبد الرازق، وهو ليس المطلوب، المطلوب شقيقه إياد. الاحتلال اقتحم منزل ذويه ولكن لم يجد إياد فاعتقلوا شقيقه. نعم، حتى اللحظة هذه الأخبار، هذه المعلومات المتوفرة لدينا. نعم، ربما أيضا أنت تحدثت في البداية عن وجود إصابتين، والأخبار أيضا تشير إلى أنها كانت الإصابتين في المناطق السفلية، ولكن صحيح. هل هناك أي أخبار عن هوية المصابين حتى اللحظة؟ حتى اللحظة غير معلوم، يعني بالعادة لا نتداول يعني هويات المصابين، لكن حتى اللحظة لم يصلنا شيء من الجهات الطبية الرسمية عن هوية المصابين، فقط طبيعة الإصابة ومكان الإصابة. نعم، ربما أيضا كان هناك حديث يدور حول اشتباك مسلح في المكان. صحيح، يعني على مدار أكثر من ساعة وساعة ونصف سمع إطلاق نار كثيفة متقطع، يعني يدل على هناك اشتباكات أكثر من محور كان في المدينة، والأنباء كانت المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن تعطل مركبة عسكرية للاحتلال، وكان هناك فيديوهات تشير إلى تعزيزات قادمة من جهة سهل عطوف أو ما يسمى البقيعة نحو المخرج الشرق الجنوب الشرقي لمدينة طوباس، حيث تعطلت المركبة العسكرية هناك.
نعم، إذا هل الاقتحام لا يزال لغاية اللحظة مستمرا أم انسحبت قوات الاحتلال ولو حتى بشكل تدريجي من المكان؟ يعني الأخبار المتوفرة ده أن هناك هدوء في المدينة تدل أنه الاحتلال انسحب من الجهة الجنوبية أو الجنوب الشرقي لطوباس على ما يبدو، والوضع يعني عاد للهدوء. نعم، إذا هذه أبرز الأحداث الدائرة الآن في طوباس. الزميل حارث أيضا سنعود لك في حال كان لديك أي جديد. شكرا جزيلا لك. الحديث يدور عن إصابتين واعتقال شقيق المطلوب لدى قوات الاحتلال. نفذت كوادر الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين وبالشراكة مع إقليم يطا مسيرة داعمة لأهالي مسافر يطا الذين يعانون بسبب محاولات التهجير المتكررة من قبل الاحتلال. الأمين العام للاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين شاهي سعد أكد أن دور الاتحاد لا يقتصر على العمل النقابي المطلبي، وإنما أيضا العمل النضالي كجزء لا يتجزأ من سياسته واستراتيجيته. وبين أيضا أن الاتحاد حشد كل الكوادر المتمثلة بالفروع الموزعة على كافة المحافظات بما فيها القدس من أجل مساندة أهالي مسافر يطا الذين يتعرضون بشكل ممنهج للطرد والتهجير بحجة تحويل المنطقة من منطقة سكنية تحوي بيوت العائلات إلى منطقة للتدريب العسكري. بشكل عام إذا ما ذهبنا أيضا إلى أبرز الأحداث ميدانيا، ينضم إلينا الآن الزميل الصحفي أمين أبو وردة. أسعد الله صباحك بكل خير. وبداية اليوم، ربما عادت الأوضاع إلى طبيعتها بعد أن كانت هادئة ولو نسبيا في ظل زيارة بايدن. بالفعل الهدوء النسبي هو الذي يسود الضغط الغربية من ناحية اعتقالات، باستثناء بعض الأحداث والتطورات التي رصدناها في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم. كان هناك اقتحام لمدينة طوباس في الساعة 6 من صباح هذا اليوم، واستمر حتى دقائق من الآن. تخلل الاقتحام اشتباك مسلح ومحاصرة منازل المطلوبين في المدينة وإطلاق نار متبادل ومتقطع بين فترة وأخرى، انتشار كبير في عدة أحياء في المدينة خاصة في المنطقة المحادية لمنطقة مطعم الجاسر الواقع وسط المدينة. كان هناك عمليات تمشيط، اقتحام لمنازل، استجواب ميداني، ومن ثم الانسحاب من مدينة طوباس. ليس بعيدا عن طوباس كان هناك اقتحام أيضا لمنطقة الأغوار الشمالية، منطقة بردل المحادية للحدود مع الأردن. كان هناك تواجد لدوريات احتلال على سياج المحيط في المنطقة الفاصلة منطقة الحرام، وأيضا ملاحقة للمزارعين المتواجدين على جانب الضفة الغربية من هذه المنطقة. أيضا في محيط القدس جرى اقتحام منطقة عناتة صباح هذا اليوم، إغلاق مدخل البلدة وانتشار جنود الاحتلال المشاة بين المواطنين المتواجدين في تلك المنطقة. نعم، إذن أيضا إذا ما انتقلنا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ربما كانت هناك العديد من الملفات التي لاقت اهتماما من قبل النشطاء ومن قبل عامة الناس على مواقع التواصل، سواء كانت سياسية أو اقتصادية. لو أطلعتنا على ما الذي يدور، ما هي هذه الملفات تحديدا؟ باعتقاد أن الموضوع السياسي ما زال حاضر منذ 3 أيام في ظل زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة بإسرائيل بيت لحم ومن ثم إلى السعودية، رغم أن هذا الموضوع أحيانا يهتم فيه السياسيين أكثر من المواطن العادي، ولكن تداعيات هذه الزيارة لاقت كثيرا من المتابعة، سواء كانت القضايا السياسية الجادة وما طرح عليها أو المواقف المضحكة والغريبة التي رافقت هذه الزيارة، وبالتالي تم تداولها بشكل كبير ومناقشة هذه الجوانب من الكثير من النشطاء والمغردين على منصات التواصل الاجتماعي. أيضا القضايا المحلية أيضا بالشارع الفلسطيني تزال تحظى باهتمام كبير، خاصة موضوع الإضرابات، سواء كان إضراب المحامين، سواء كان تلويح نقابة النقل بالعودة لخطوات احتجاجية أخرى بعد إضرابها الأخير، وأيضا مواضيع متعلقة بالأسعار ونزول أسعار المحروقات، واستمرار الحديث عن احتمالية لرفع الأسعار الكهرباء والمياه في بداية الشهر المقبل. كل هذه المواضيع كانت حاضرة. أيضا بعض المواضيع حتى لو كانت مناطقية أخذت حيز كبير، على سبيل المثال كانت
كانت حفلة المغني الفتى جودي أبو عيشي في بلاطة التي حضرها الآلاف من الفتية، أيضا لاقت كثير من النقاش بين جدل ونقاشات وتقييمات عديدة بسبب طبعا ضخامة العدد المشارك وأيضا اللون المستخدم في هذا الفن في الأعراس الفلسطينية. هذه القضايا لاقت الكثير من المتابعة والحضور، إضافة إلى مواضيع تتعلق بالتحضيرات للنتائج التوجيهي بعد أيام قليلة، وهذه أيضا ستحظى باهتمام كبير في الشارع الفلسطيني مع انتظار أكثر من 80 أسرة فلسطينية هذه النتائج على أحر من الجمر. نعم، ربما يعني لغاية اللحظة لم نشاهد على أرض الواقع ولا بحسب طلاعك أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اهتماما كما يجب وما كما هو متوقع حول إضراب الأسيرين عواودة وريان. إلى أي درجة من الممكن أن نقول بأن هذا الملف تحديدا يتداول بشكل أو بآخر على مواقع التواصل؟ للأسف وبمرارة عالية نقول أن موضوع الأسرى بشكل عام وموضوع الأسرى المضربين الذين تجاوز أضرابهم 100 عام لا يحظى بأي حظ من المتابعة على منصات التواصل الاجتماعي. فقط هناك بعض النخب المهتمين بقضايا الأسرى والمعتقلين يهتمون هذا الموضوع من خلال نشراتهم ومنشوراتهم، ولكن على المستوى منصات التواصل الاجتماعي والحسابات والصفحات لا يحظى بأي اهتمام كبير، وهذا نتكلم عنه بمرارة وبأسف، رغم أن بعض المؤسسات تنشط هذا الموضوع من خلال تنظيم فعاليات ومسيرات ووقفات، لكن بالغالب يشارك فيها النخب السياسية وتكون موسمية غالبا وليست بشكل يومي، وبالتالي هذا الموضوع حصته في منصات الاجتماعي الفلسطينية متواضع إلى حد كبير جدا. نعم، إذن الزميل الصحفي أمين أبو وردة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. كي لا ننسى، يواصل الأسيران رائد ريان وخليل عودة الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك رفضا للاعتقال الإداري. الأسير رائد ريان اليوم يكسر حاجز 102 يوم على هذا الإضراب، وهو لا يزال بصحة أيضا صعبة وبتدهور مستمر وخطير على صحته بحسب نادي الأسير. وأيضا الأسير خليل عواودة يضرب ويواصل الإضراب منذ 126 يوما، علما أنه قام بفك الإضراب ليوم واحد فقط وعاد إليه بعد أن خدع وأوهم أنه سيفرج عنه ليجدد اعتقاله في وقت لاحق. سائق مركبة مكب زهرة الفنجان في جنين مصرعه يوم أمس في حادث عمل مؤسف، وسائق هذا المركبة أو هذه المركبة يعمل على حاوية لنقل النفايات، انقلبت الحافلة التي كان يقودها داخل مكب زهرة الفنجان. وذكر مدير إسعاف جمعية الهلال الأحمر أن سائق المركبة لقي مصرعه جراء انقلاب الحافلة التي كان يقودها داخل المكب، وتم نقله إلى مشفى المدينة الحكومي وباشرت الشرطة التحقيق بالحادث. قال مسؤول دائرة العلاقة الوطنية بالضفة لحركة حماس جاسر البرغوثي إن تجاهل بايدن لحقوق الشعب الفلسطيني وتناولها بشكل هامشي وتأييده المطلق للاحتلال تأكيدا واضحا على بؤس الرهان على المواقف الدولية، موضحا أنه لا حل أمام جماهير الشعب إلا استعادة زمام المبادرة وتفجير الثورة الشعبية الشاملة. وأضاف إن إخفاق الزيارة في اتخاذ أي خطوات عملية تقلل من إجرام الاحتلال وعدوانه، ويجدد التأكيد على فشل سياسة السلطة وإخفاقها الواضح وسعيها خلف سراب وأوهام، وأنها لم تجني من سياسة التنسيق الأمني البغيض إلا الخسارة والضياع كما قال. في
سياق ليس بالبعيد قال بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني أن ما شهدناه يوم أمس في أو أول أمس في بيت لحم هو انحدار غير مسبوق في التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدا عبر تصريح صحفي بقوله الآن أصبحت القضية الوطنية في مهب الريح ونطالب كافة القوى الحية في الشعب المناضل بضرورة التداعي من أجل إنقاذ الموقف والخروج من هذه الحالة الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والمواجهة والتحديات الخطيرة الماثلة أمامه. الزيارة التي يجريها بايدن الرئيس الأمريكي للمنطقة وبعد وصوله إلى السعودية، نقلت بي بي سي أيضا عبر موفدها بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه أثار قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثناء اجتماعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية. ويزور بايدن السعودية من أجل إعادة ضبط العلاقات بين البلدين بعد تعهداته بأن يجعل السعودية منبوذة بسبب ملف حقوق الإنسان. وأوضح الرئيس الأمريكي أن مقتل خاشقجي مهم للغاية له وللولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن البلدين تواصلا إلى اتفاق حول قضايا أخرى. وتوجه زيارة بايدن للسعودية انتقادات لأنها هناك من يرى أنها وسيلة لتصحيح الموقف السعودي عقب مقتل الصحفي السعودي المعارض الذي كان يقيم في الولايات المتحدة داخل القنصلية السعودية في تركيا في مدينة اسطنبول في 2 أكتوبر من عام 2018. بايدن أيضا أعلن أن المملكة العربية السعودية ستفتح مجالها الجوي للطائرات من وإلى دولة الاحتلال والتي كانت محظورة تماما في وقت سابق. وسبقت دولة الاحتلال الزيارة بالإعلان عن هذا الحدث ووصفته بأول خطوة رسمية للتطبيع بينها وبين المملكة، في إشارة إلى قرار السعودية فتح أجوائها أمام كل رحلات الطيران الميداني أو المدنية بما فيها الطيران الإسرائيلي. اعتبر رئيس حكومة الاحتلال يائر لبيد أن قرار السعودية يشكل خطوة رسمية وباتجاه صحيح، وسيسمح أيضا لشركات الطيران الإسرائيلية بأن تحلق في مسار مباشر نحو آسيا وأستراليا. إلى ذلك قال أمير قطر الشيخ تميم بن محمد آل ثاني إنه لا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات ودور دولة الاحتلال الرفض والزيادة في التعنت، كما قدم العرب كافة التنازلات، وذلك خلال كلمته التي أدلى بها يوم أمس في قمة جدة للأمن والتنمية. كان ذلك في المملكة العربية السعودية، وشارك في هذه القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة خليجيين وعرب. ومعرجا بشكل غير مباشر على اختيار دول عربية التطبيع مع دولة الاحتلال، أوضح تميم في كلمته أن الدول العربية أجمعت وعلى الرغم من خلافاتها على مبادرة سلام عربية تعرب عن الاستعداد لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، إذ وافقت إسرائيل على تسوية الأوضاع بين بناء على قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بالانسحاب إلى حدود عام 67 ضمن اتفاقية السلام، مشددا بقوله لا يصح أن نتخلى عن مبادئنا لمجرد رفض إسرائيل. إذن اليوم تعود الخطوات الاحتجاجية مجددا إلى الواجهة، وذلك بعد إعلان نقابة المحامين عن الاستمرار في احتجاجها وتعليق العمل أمام المحاكم
بذلك وحول ذلك ينضم إلينا الآن نقيب المحامين الأستاذ سهيل عاشور. أهلا وسهلا بك معنا. الله يسعد صباحكم. بداية يعني هذا اليوم أنتم تعودون إلى الإضراب وتعليق العمل وهذه هي المرة الثانية. البعض كان يلوح أيضا ويهدد بأن المحامين سيتوقفون عن العمل بشكل كامل في خلال نهاية الشهر الجاري وستسحب المزاولة من كافة المحامين. هل من الممكن أن تكون هذه الخطوة التالية أم لا؟ يعني حقيقة أن نقابة المحامين مستمرة بتعالياتها الرافضة للتعديلات التي وردت على قانون التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والإجراءات الجزائية، وكانت هذه الاعتراضات من بداية شهر 7 وحتى تاريخه. مجلس النقابة قرر بالأمس على أن يكون اليوم أيضا هو استمرار لتعليق العمل أمام كافة المحاكم مع وجود بعض الاستثناءات التي تتعلق بحياة المواطن والمحامي والتي لا يمكن تأجيلها لفترات طويلة، وبالتالي استثنى بعض الأمور التي تهم المواطن الفلسطيني. بخصوص ما تم الدعوة إليه في آخر شهر 7 يوم 31/7 وهو الاجتماع الهيئة العامة الغير عادي، وذلك بهدف إدراج أو نقل أسماء المحامين المزاولين الطوعي إلى سجل غير المزاولين، وبالتالي لن يكون هناك محامين في فلسطين، وبالتالي سيؤثر ذلك على كافة المحاكم حيث يوجد الكثير من القضايا في الاستئناف والنقض والجزاء والإجراء والجنايات لا يمكن أن تنعقد المحاكمة دون حضور محامي، وبالتالي كخطوة احتجاجية على هذه القوانين التي تمس المواطن الفلسطيني قامت نقابة المحامين بالإعلان عن هذا الاجتماع، وإن شاء الله في تاريخ، ونتمنى بأن لا نصل إلى هذا التاريخ، ولكن إن شاء الله في حال عدم الاستجابة لمطالب نقابة المحامين العادلة التي تهدف إلى السلم الأهلي وتهدف إلى حفظ الحقوق والحريات والحفاظ على المجتمع الفلسطيني، سيكون لنقابة المحامين الفلسطيني العديد من الإجراءات أيضا ما قبل أن نصل إلى هذا التاريخ. نعم، ربما أيضا كما قلت بأن مطالب النقابة تمس المواطنين بشكل مباشر وليست فقط مخصصة للمحامين، بمعنى أنها ليست بهدف رفع الرواتب أو الحصول على علاوات أو أي امتيازات للمحامي، وإنما هي تمس الشعب، وبالتالي شاهدنا أن هناك التفاف شعبي كبير ولافت أيضا على الشارع. هل كل ذلك قاد بشكل أو بآخر إلى تدخل رسمي من قبل الحكومة للتواصل معكم أو أي جهة رسمية أخرى من أجل تخفيف وطأة الأوضاع الحاصلة أو التفاوض للوصول إلى حل؟ بداية يعني في كل الموضوع وكل الاعتراضات والاحتجاجات والفعاليات لا يوجد لنقابة المحامين أي مطالب خاصة نهائيا، ولا تتعلق هذه التعديلات سوى تعديل واحد في المحامي بشكل شخصي. كافة هذه التعديلات هي يعني تؤثر سلبا على حياة المواطن الفلسطيني وتمس حقوق وحريات المواطن الفلسطيني، وبالتالي ليس لنقابة المحامين أي علاقة مباشرة بتعديل هذه القوانين، بل بالعكس قد يكون مصلحة النقابة مصلحة المحامين هو سريان هذه القوانين لما تضمنته من بعض الأمور التي قد تخدم مهنة المحاماة والمحامي، ولكن الموضوع أساسا هو المواطن الفلسطيني. نعم. فيما يتعلق بالمفاوضات صحيح أن الرسالة التي وجهها مجلس نقابة المحامين إلى فخامة الرئيس استجاب فخامة الرئيس لهذه الرسالة، وقد أمر بانعقاد المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، وهو المجلس الذي يهدئ يعني من الأساس أن تكون هذه القوانين قد صدرت عنه، ولكنها صدرت دون علم هذا المجلس، ونقابة المحامين على عضو في هذا المجلس، واليوم يوجد اجتماع الساعة 1 لهذا المجلس لمناقشة هذه القرارات والقانون وإرجاء تنفيذها لموعد آخر لحين الاطلاع عليها وتعديلها وفق الصالح العام. نعم، اليوم أنتم تواصلون الإضراب وتوقفون العمل في المحاكم، هل هناك خطوات قريبة أخرى مشابهة لذلك أم أن العمل سيكون كالمعتاد في الأيام القادمة؟ هلا الموضوع يتعلق هو كون اليوم الاجتماع للمجلس التنسيقي، لذلك فإن نقابة المحامين قد أعلنت عن الفعاليات لهذا اليوم،
كونه يوجد الاجتماع على ضوء ما سيخرج من هذا الاجتماع وما هي القرارات التي سيصدر في هذا الاجتماع، سيكون لنقابة المحامين مؤكد موقف في حال أن هذا المجلس استجاب لمطالب نقابة المحامين العادلة. من المؤكد أن الفعاليات ستنتهي، ولكن في حال عدم الاستجابة لمطالب نقابة المحامين فإن الفعاليات ستستمر وستتصاعد حدتها بشكل أو بآخر، ولدينا الكثير من هذه الأمور. إذن بركت الجهود. نقيب المحامين الأستاذ سهيل عاشور، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إذن في الذات أيضا السياق وحول إضراب نقابة المحامين، أعلنت مؤسسة الحق تأييدها لمطالب نقابة المحامين المشروعة والمنسجمة مع القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة أنها تتابع البيانات الصادرة عن نقابة المحامين الفلسطينيين والفعاليات الاحتجاجية السلمية المشروعة التي تقوم بها بتأييد من الهيئة العامة، انطلاقا من حقها وواجبها القانوني المؤكد عليه في قانون المحامين والنظاميين رقم 3 لعام 1999 وتعديلاته بتكريس مبدأ سياسة أو سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على رسالة مهنة المحاماة السامية. أضافت أيضا مؤسسة الحق في بيان لها إن إغلاق بعض المحاكم في وجه المحامين الذين يمارسون حقهم واحتجاجهم بشكل سلمي وانتشار شرطة مكافحة الشغب في مكان الاعتصام السلمي يشكل انتهاكا للحق الدستوري للمحامين والمواطنين عموما في الوصول إلى العدالة ومساسا باستقلالية وحياد القضاء، وانتهاكا أيضا للحق في التجمع السلمي، وذلك إشارة إلى المظاهرة والاحتجاجية السلمية التي قام بها المحامون خلال الأيام الماضية. على موعد اليوم مع اقتحامات جديدة لمستوطنين للحرم القدسي الشريف، فقد دعت جماعات الهيكل المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى هذا اليوم تزامنا مع ما يسمى بصيام 17 من تموز. يأتي هذا الحدث بعد 40 يوما من ذكرى نزول التوراة عيد الأسابيع العبري، وهو مقدمة لذكرى ما يسمى بخراب الهيكل والذي يكون بعد 20 يوما من هذا اليوم. الجماعات المتطرفة طالبت خلال دعواتها عبر وسائل التواصل وعبر وسائل الإعلام، طالبت أنصارها والجمهور أيضا بالمشاركة هذا اليوم في اقتحام المسجد. وتعقيبا على هذه الدعوات قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن جماعات الهيكل المتطرفة تستغل مناسباتها وأعيادها من أجل تحقيق الأطماع في المسجد المبارك. إذن أيضا الحديث يدور عن سحب التصاريح من 1500 غزي أو إلغاء هذه التصاريح، ولا التواصل مع وزارة العمل في غزة ولكنها رفضت الحديث عن الموضوع لغاية اللحظة، وأن أيضا لا تفاصيل جديدة لديها. القناة
قادة العرب المشاركون في قمة جدة للأمن والتنمية للرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، وشارك في القمة التي عقدت في جدة قادة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إضافة للأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة. أكد القادة المشاركون في القمة ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين واحترام الوضع التاريخي القائم في القدس والمقدسات. كما أكد القادة على أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. من جانبه أشاد بايدن بالأدوار المهمة في عملية السلام للأردن ومصر ودول مجلس التعاون لدول الخليج ودعمها للشعب الفلسطيني وفتح الأجواء للطيران الإسرائيلي لأول مرة في السعودية. أجلت السلطات في دول أوروبية المزيد من السكان عن منازلهم مع نشوب حرائق غابات في فرنسا وإسبانيا والبرتغال، وأصدرت تحذيرات صحية من موجة حارة في الأيام المقبلة. وتكافح فرق إطفاء تضم أكثر من 1000 فرد ومدعومة بطائرات تقذف المياه منذ يوم الثلاثاء الماضي، تواصل الجهود من أجل السيطرة على الحرائق في جنوب غرب فرنسا التي أججتها الحرارة الشديدة والظروف المهيئة لنشوب الحرائق بسبب الأجواء الحارة والرياح القوية. أيضا تراجعت درجات الحرارة بشكل طفيف في البرتغال، إلا أنه من المتوقع أن تكسر حاجز 40 درجة مئوية في بعض المناطق، حيث وضعت السلطات 5 مناطق تحت التحذير من الدرجة الحمراء، ويكافح أكثر من 1000 رجل إطفاء بأيضا إطفاء الحرائق التي أيضا وصلت إلى 17 حريقا في مناطق متفرقة من الغابات الأوروبية. في إسبانيا قالت وزارة البيئة إنها تساعد في مكافحة 17 حريقا في أنحاء البلاد، كما تسببت أسوأ موجة جفاف منذ ما يزيد عن 70 عاما في انخفاض حاد بمنسوب مياه نهر بو الأطول في إيطاليا، كما أعلنت عن حالة طوارئ على طول النهر الذي يدعم ثلث الإنتاج الزراعي فيها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة أن الجيش الروسي قضى على ما يصل إلى 200 فرد من كتيبة كراكن للقوميين النازيين الأوكرانيين، ومن بينهم 50 مرتزقا أجنبيا في خاركوف بشمال شرق أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسي إغوار كونشينكوف في إفادة صحفية إنه نتيجة لضربات عالية الدقة استهدفت نقاط تمركز مؤقتة للواء المدفعية 40 وتنظيم كراكن القومي في مدينة خاركوف. تمت تصفية نحو 200 قومي من بينهم حوالي 50 من المرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير 19 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت في حوزتهم. ننتقل معكم إلى ملفنا المنوع. كشفت العديد من الأبحاث السابقة عن معاناة الكثير من الاكتئاب بعد السكتة الدماغية، إلا أن الدراسة حديثة أشارت إلى أن الاكتئاب غالبا ما يحدث أولا، وقد يكون هذا الاكتئاب هو علامة تحذيرية على احتمال تصاعد الأوضاع وتحولها إلى سكتة دماغية. الدراسة ماريا بلوخل من جامعة مونستر بألمانيا فحصت أكثر من 10,000 بالغ ليس لديهم أي تاريخ مرضي بالسكتة الدماغية على مدى 12 عاما. وكشفت بلوخل أن أعراض الاكتئاب كالشعور بالوحدة، الحزن، اضطرابات النوم غالبا ما تسبق بشكل مباشر السكتات الدماغية وتزداد سوءا بعد ذلك.
تقول بلوفيل أيضا أن الاكتئاب هو من أكثر المشاكل إلحاحا لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالسكتة الدماغية، وهو شائع جدا ويشار إليه باسم الاكتئاب ما بعد السكتة. وأضافت بأن الدراسة وجدت أن أعراض الاكتئاب لا تزداد بشكل ملحوظ بعد السكتة الدماغية فحسب، بل إن المرضى قد ظهرت لديهم بالفعل أعراض الاكتئاب قبل حدوث السكتة الدماغية لديهم. لفتت إلى أن أعراض الاكتئاب قبل السكتة الدماغية في الغالب تكون طفيفة ويمكن أن تكتشف بشكل طبي وسريري بسيط، ولكنها من الممكن أن تكون إشارة واضحة لحدوث السكتة الدماغية المميتة في وقت لاحق. مؤلفة الدراسة لوخل بيّنت أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسة للتحقق من النتائج التي تم التوصل إليها، حيث لم يحصل فريق الباحثين على إجابة دقيقة بشأن العوامل الأخرى المساعدة على السكتة الدماغية وإمكانية تداخلها مع الاكتئاب لتتسبب بهذه الحالة المرضية. الأجواء اليوم تبقى حارة نسبيا، وأيضا من المتوقع بحسب دائرات الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى باردا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يكون الجو لطيفا. غدا الاثنين تتواصل درجات الحرارة بالارتفاع، وبعد غد أيضا الثلاثاء تتواصل بالارتفاع، وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة لفترات طويلة ما بين الساعة 11 وحتى الساعة 4 عصرا. ننتقل معكم إلى أسعار صرف العملات. يصرف اليوم الدولار الأمريكي بثلاثة شواكل وستة وأربعين أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواكل وثمانية وثمانين أجورة، اليورو الأوروبي يصرف اليوم بثلاثة شواكل وسبعة وأربعين أجورة، أما الجنيه المصري فيصرف بثمانية عشر أجورة. هذه الأسعار قابلة للصعود أو الهبوط خلال ساعات النهار. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. كنت معكم في الإعداد والتقديم آلاء العملة، في المتابعة والتنسيق هديل أبو زينة وإيناس كرم، في الهندسة الإذاعية عبد الله الخطيب، وفي الإخراج التلفزيوني محمد زاغة، وأيضا على رأس الساعة القادمة ستستمعون إلى موجز محدث لأهم وآخر الأخبار، يليها برنامج شد حيلك يا وطن مع الزميلة ريم العمري. متابعة طيبة وإلى اللقاء. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، صباح الخير من أم الرشراش والمزارع ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد، صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن، صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين،
صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء، صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن، صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن مع آلاء العملي يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث صحة هيومانيتي إنسانية هاي ستاندردز أوف كير معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة صحة مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا، هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الأردن وجهتك المثالية لتلقي أفضل الخدمات والرعاية الصحية بمعايير عالمية.